السلام عليكم. دي استراحة لتنظيف الميدان ولا ايه بالظبط؟ لا، واستراحة الاخوة كمان اللي على المنصة. استراحة الاخوة على المنصة، انت استغليتي الموقف بحيث تقوم التنظيف. اسمع حضرتك، ربنا يعينك يا رب. ده بنتك، اسمك ايه؟ ايه جاي تساعدي ماما؟ ها ده من الصور بقى الجديدة، من ابناء الصور. هي موجودة هنا من 25 يناير. موجودة من 25 يناير؟ اه طبعا. يعني كده طالع بقى جيل، يعني متعمق في الاجيال ان شاء الله. بالتوفيق، فرصة سعيدة. شكرا.